أدى رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية كأول رئيس بصلاحيات كاملة في تاريخ تركيا وفقاً للنظام السياسي الجديد، وأعلن عن تشكيلته الحكومية في ذات اليوم. وأصبح فؤاد أوكتاي الذي كان مساعداً لرئيس الوزراء أول نائب للرئيس في تاريخ تركيا. تم تخفيض عدد الوزارات في التشكيلة الجديدة من 26 إلى 16 وزيراً فقط. 4 من الوزراء المعنيين هم أعضاء في البرلمان المنتخب في 24 من حزيران، واثنا عشر وزيراً يتقلدون المنصب لأول مرة، غالبيتهم جاءوا من القطاع الخاص. بولوس أكار أصبح وزيراً للدفاع تاركاً منصبه في رئاسة الأركان، والذي رفض الانصياع للمحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. وتم تشكيل هيئات إدارية مرتبطة بالرئيس إلى جانب عمل الوزارات 16، وهي 9 مجالس و8 مديريات و4 مكاتب. وكان الآلاف قد شاركوا في حفل التنصيب في القصر الرئاسي، منهم 22 رئيس دولة و28 رئيس وزراء من جميع أنحاء العالم.